بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد للصف الثاني ثانوي في مادة الفيزياء للفصل الدراسي الأول. موضوع درسنا لهذا اليوم يتكلم عن القانون الأول للديناميكا الحرارية، أعده الأستاذ طلال الرشيدي ويقدمه لكم الأستاذ عمار حجار. سنتعلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ونعرف علم الديناميكا الحرارية، أيضا راح نعرف القانون العام للديناميكا الحرارية، وأيضا نوضح العلاقة بين القانون الأول وقانون حفظ الطاقة، ونحل مسائل حسابية على القانون الأول. اعتبرت دراسة الحرارة ودرجة الحرارة علما مستقلا قبل فهم الارتباط بين الطاقة الحرارية وحركة الذرات، وكان القانون الأول للديناميكا الحرارية بمثابة صيغة حول ماهية الطاقة الحرارية وكيفية انتقالها. نستطيع تسخين مسمار بوضعه فوق لهب أو بطرقه بمطرقة، هل يمكن أن توضح ذلك؟ طبعا نحن نعرف أنه عند التأثير على المسمار بقوة F هذا المسمار سوف يتحرك مسافة مقدارها D، وكما تعلمنا فإن هذا يعتبر شغل. بنفس الوقت وبنفس الطريقة المسمار سيبذل شغلا على المطرقة. كيف يبذل شغل على المطرقة؟ حيث أنه سيؤثر بقوة معاكسة مقدارها F، هذه القوة سترد المطرقة إلى الخلف بمسافة مقدارها D. إذن الآن عندي شغل قامت به المطرقة، وعندي شغل قام به المسمار في المطرقة. الشغل الذي قامت به المسمار في المطرقة يعد شغلا سالبا، لأنه في الاتجاه المعاكس لاتجاه المطرقة. هذا يعني جزء من الشغل الذي يقوم به المطرقة في المسمار، والشغل الذي يقوم به المسمار في المطرقة يتحول إلى طاقة حرارية. لذلك نجد أن المسمار يسخن وترتفع درجة حرارته. إذن كيف انتقلت الطاقة عن طريق الطرق وهل هي محفوظة؟ قلنا أن الطاقة انتقلت عن طريق تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية عبر الطرق. هل الطاقة محفوظة؟ كما أخذنا سابقا دائما تكون الطاقة محفوظة. جميل، ينص القانون الأول للديناميكا الحرارية على أن التغير في الطاقة الحرارية لجسم ما يساوي مقدار كمية الحرارة المضافة إلى الجسم مطروحا منه الشغل الذي يبذله هذا الجسم. خلينا نشوف مع بعض ونحاول نفهم القانون الأول للديناميكا الحرارية. في البداية نكتب الصيغة الرياضية للقانون الأول للديناميكا الحرارية. قلنا أن التغير في الطاقة الحرارية دلتا يو يساوي مقدار كمية الحرارة المضافة إلى الجسم مطروحا منه الشغل الذي بذله الجسم بسبب هذه الحرارة. إذن هنا عندي طاقة حرارية وعندي كمية
حرارة مضافة، وعندي شغل بذله الجسم. جميل، نأخذ مثال المنفاخ اليدوي والذي نستخدمه في نفخ الإطارات. عندما نقوم بالضغط على هذه المضخة نحو الأسفل، فإني الآن أقوم بشغل. جميل جدا. أجد بعد تكرار هذه العملية مرارا وتكرارا، أجد أن الهواء الموجود داخل هذا المكبس وأيضا هذا المكبس درجة حرارته بترتفع، بتتغير عندي الحرارة. أيضا أجد أن الهواء الذي يخرج من هذا المكبس هواء حار. إذن لاحظ أن الطاقة الحركية الآن تحولت إلى طاقة حرارية. إذن في هذه الحالة أنا بذلت الشغل فتحصلت على طاقة حرارية. جميل، هل هناك علاقة بين القانون الأول للديناميكا الحرارية وقانون حفظ الطاقة؟ نعم، هناك علاقة بين القانون الأول للديناميكا الحرارية وقانون حفظ الطاقة، بحيث أن القانون الأول للديناميكا الحرارية ليس إلا صيغة أخرى أو شكل آخر من قانون حفظ الطاقة، والذي يقول أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث ولكن تتحول من شكل إلى آخر. اشرح كيف تتحول الطاقة من المصادر التالية إلى طاقة حرارية. خلينا نشوف وناخذ مثال على كل حالة من هذه الحالات. الطاقة الميكانيكية كيف تتحول من طاقة ميكانيكية إلى طاقة حرارية؟ ذكرنا مثال اللي هو المنفاخ اليدوي. نلاحظ أن الطاقة الميكانيكية الذي نقوم نحن بتحريكها الطاقة الحركية تتحول إلى طاقة حرارية لهذا الهواء الموجود فيها. ماذا عن الطاقة الكهربائية؟ نأخذ عليها مثال أفران الكهرباء. أفران الكهرباء أيضا تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية عبر تسخين مقاومة موجودة داخل هذه الأفران. الضوء كيف تتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة حرارية؟ نأخذ مثال المصباح الكهربائي. المصباح الكهربائي يحول من طاقة ضوئية إلى طاقة حرارية. جميل. أخيرا الطاقة الصوتية، ونلاحظها في السماعات، حيث أنه مع كثرة استخدام السماعات نحس ونلاحظ عليها حرارة عالية. لماذا تكون الحروق الناتجة من بخار الماء أشد من الحروق الناتجة من الماء الذي يغلي؟ هذا سؤال جميل. طبعا لو لاحظنا أن الماء مهما سخناه سيصل إلى درجة حرارة 100 درجة مئوية، بينما البخار قد يصل إلى 120 درجة مئوية عند نفس الضغط. إذن عند نفس الضغط الجوي نجد أن درجة حرارة البخار ترتفع كثيرا
عن درجة حرارة الماء الذي خرج منه هذا البخار. عندما تقوم بفرك يداك فإنك تحس بحرارة. هذا يحدث لأنك تحول الطاقة الميكانيكية الحركية إلى طاقة حرارية. هل يحدث العكس؟ هل تتحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية؟ نعم تتحول، ولكن ليس بهذه السهولة. المحرك الكهربائي هو أداة قادرة على تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية عبر مستودع ساخن. طبعا هذا التحول يحتاج إلى حرارة عالية جدا تكون موجودة في المستودع الساخن. أيضا نحتاج إلى مصرف، وهو مستودع ذو برودة، أو نقول عنه مستودع بارد. عند سريان الحرارة العالية من المستودع الساخن في اتجاه المستودع البارد، يتولد لدي شغل في هذا المحرك الحراري. إذن سريان الحرارة نحو المستودع البارد يولد لدي شغل. لاحظ كمية الحرارة اللي تنتقل من المستودع الساخن في اتجاه المستودع البارد تقل، لأنه جزء من هذه الحرارة تحول على شكل شغل. إذن الآن نحن قلبنا التحول الحراري من تحول طاقة حركية إلى طاقة حرارية إلى تحول طاقة حرارية إلى طاقة حركية. أداة ذات قدرة على تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية بصورة مستمرة، هل هي المبرد، المحرك الحراري، البكرة، أم الثلاجة؟ ذكرنا قبل قليل أن هذه الأداة هي عبارة عن المحرك الحراري. جميل، نأخذ مثال على المحرك الحراري وهي آلة الانفجار الداخلي. هذا مثال على محرك السيارة. لاحظ دخول الهواء وبخار البنزين إلى داخل غرفة الاشتعال. يقوم هذا المحرك بضغط وكبس الهواء مع بخار البنزين. تقوم هذه الشعلة الكهربائية بإشعال البنزين وبخار البنزين والهواء الموجود داخل هذا المكان الضيق. طبعا هذا سيولد انفجار ذو درجة حرارة عالية جدا جدا. سيتمدد الهواء الموجود في هذا المكان ويسبب رجوع هذا المكبس مرة أخرى إلى الأسفل ودورانه. طبعا هذه الحركة تكرر نفسها أكثر من مرة، دخول بخار البنزين مع الهواء، ومن ثم إشعال، ومن ثم انفجار، ومن ثم تمدد حراري، ومن ثم حركة هذا المكبس، وهكذا. إذن الآن أنا أحول الطاقة الحرارية الموجودة في هذا المكان إلى طاقة حركية. ولكن جزء من هذه الطاقة المتكونة والمتحولة في هذا المكان تفقد إلى الهواء الخارجي وإلى هذا المعدن المحيط بالمحرك على شكل حرارة ضائعة. إذن ليس كل الانفجار والحرارة التي تحدث داخل المحرك تتحول إلى طاقة حركية، جزء منها يفقد على شكل حرارة ضائعة. نشوف هذا المثال الحسابي. يمتص بالون غاز 75 جول من الحرارة، فإذا تمدد هذا البالون وبقي عند درجة الحرارة نفسها، فما مقدار الشغل الذي بذله البالون أثناء تمدده؟ نكتب المعطيات. أعطاني كمية الحرارة التي امتصت ومقدارها 75 جول
وذكر أن الحرارة بقيت ولم تتغير، هذا يعني أن الطاقة الحرارية لم تتغير، يريد إيجاد الشغل. نكتب قانون الديناميكا الحرارية الأول، يقول أن كمية الحرارة ناقص الشغل المبذول تساوي الطاقة الحرارية. بما أن درجة الحرارة لم تتغير، هذا يعني أن الطاقة الحرارية تساوي صفر، إذن الشغل يساوي كمية الحرارة، هذا يعني أن الشغل يساوي 75 جول. دريل كهربائي يقوم بعمل فجوة صغيرة في قالب من الألمنيوم كتلته 0.40 كيلوغرام، فيسخن الألمنيوم بمقدار 5 درجات مئوية. ما مقدار الشغل الذي بذله هذا الدريل؟ نقوم بكتابة المعطيات: الكتلة ومقدارها 0.40 كيلوغرام، الفرق في درجة الحرارة ومقداره 5 درجات، السعة الحرارية للألمنيوم ومقدارها 897 جول لكل كيلو جرام كلفن. يريد إيجاد الشغل. الشغل بما أنه درجة الحرارة، وبما أنه أنا ما عندي هنا طاقة حرارية، يساوي كمية الحرارة. كمية الحرارة تساوي الكتلة مضروبة في C مضروبة في الفرق في درجة الحرارة. إذن الشغل يساوي، وعوض الآن، الكتلة 0.40 ضرب C سعة حرارية ضرب الفرق في درجة الحرارة واللي هو 5 درجات، سأجد أن الشغل يساوي تقريبا 1794 جول. إذن تعلمنا اليوم القانون الأول للديناميكا الحرارية، وقلنا أن التغير في الطاقة الحرارية دلتا يو يساوي كمية الحرارة المضافة ناقصا الشغل الذي يبذله الجسم. وذكرنا أمثلة على الآلات الحرارية اللي هي المحرك الحراري وأيضا محرك السيارات. هذه مراجع درسنا لهذا اليوم، وللتواصل أو المزيد من الدروس زيارة عين بوابة التعليم الوطنية، وللتواصل أمامكم قنوات التواصل. شكرا جزيلا لكم.